لأجلك ننأى يا بلدي بلدي عن أم وأب عن ولدي ولدي سنصافح بعضا بقلوب بقلوب من بعد لا بيد ويد من أجلك ننأى يا بلدي عن أم وأب عن ولدي سنصافح بعضا بقلوب من بعد لا بيد ويدي فعمان هي البيت الأعلى فالزم بيتك لا تبتعدي هذا الداء ونحن جميعا في وجه البلوى كالجسد فعمان هي البيت الأعلى فالزم بيتك لا تبتعدي هذا الداء ونحن جميعا في وجه البلوى كالجسد من أجلك ننأى يا بلدي عن أم وأب عن ولدي سنصافح بعضا بقلوب من بعد لا بيد ويدي فعمان تواجه كورونا بالشعب الواعي المتحد فلنعمل من أجل عمان لنكون معا بجميل غد فعمان تواجه كورونا بالشعب الواعي المتحد فلنعمل من أجل عمان لنكون معا بجميل غد ندعوك إلهي تحفظنا يا ربي عجل بالمدد ندعوك إلهي تحفظنا يا ربي عجل بالمدد.